إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. معاشر المسلمين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة في الله، نتحدث في هذه اللحظات عن حاجتنا إلى توفيق الله سبحانه وتعالى. فقد روى الإمام النسائي والحاكم في المستدرك عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة رضي الله عنها: يا فاطمة، ما يمنعك أن تسمعي لما أوصيك به؟ إذا أصبحت وإذا أمسيت قولي: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. يقول ابن القيم رحمه الله: أجمع العارفون بالله أن التوفيق ألا يكلك الله إلى نفسك، وأن الخذلان أن يكلك الله إلى نفسك، أن يخلي الله بينك وبين نفسك، هذا هو الخذلان. نفسك لن تجلب لك إلا المهالك، لن تقودك إلا إلى الشرور، هذه طبيعتها، كما قال الله عنها: إن النفس لأمارة بالسوء. نستعرض شيئاً من آيات القرآن نتبين فيها حقيقة هذه النفس حين يخلى بين الإنسان ونفسه. أول جريمة حدثت على هذه الأرض يا عباد الله: قتل ابن آدم أخاه ظلماً وعدواناً. واتل عليهم: نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قرباناً فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. ثم قال الله سبحانه وتعالى: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. طوعت يعني سهلت وزينت وجملت له قتل أخيه فقتله، فكانت العاقبة الخسارة في الدارين، في الدنيا والآخرة. قال عليه الصلاة والسلام: ما من نفس تقتل ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه كان أول من سن القتل. هذه خسارته في الدنيا، لا تزال السيئات تتوالى عليه، وخسارته في الآخرة أعظم. قال الله: فأصبح من الخاسرين. وفي الآية التي تليها قال: فأصبح من النادمين. هكذا فعلت به نفسه يا عباد الله حين خلي بينه وبينها، ولم يعصمه الله تعالى من شرورها، ولم يفده أنه تربى في بيت النبوة، فهو ابن آدم النبي الأول، لم يعصمه الجو والبيئة التي عاش فيها، لأن نار الجريمة تنبعث من داخل الإنسان. إذا لم يعصمك الله هلكت يا عبد الله. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. وفي مثال آخر معاشر المسلمين، يخبرنا الله سبحانه وتعالى عن إخوة يوسف، قال فيهم بعض الأنبياء أنهم كانوا قال فيهم بعض العلماء أنهم كانوا أنبياء،
ويكفينا يا عباد الله أنهم عاشوا في بيت النبوة ترعرعوا فيه، لكن لما خلي بينهم وبين أنفسهم وقعت منهم تلك الواقعة الأليمة، أخذوا أخاهم ظلماً فأساءوا إلى أخيهم وأساءوا إلى أبيهم، أبكوا أباهم سنين متطاولة. والسبب كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة يوسف في كلام أبيهم لهم: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. سولت لكم يعني حسنت، زينت، جملت لكم أمرا فرأيتم القبيح حسنا، وهذا هو فعل النفس. وفي مثال ثالث يخبرنا الله سبحانه وتعالى في سورة طه عن أحد المقربين من موسى عليه السلام، السامري الذي عاش صديقاً وأخاً وخليلاً لموسى عليه السلام من أهل الإيمان، ولكن لما تركه الله سبحانه وتعالى لنفسه حدث ما حدث، دعا الناس إلى الكفر والإشراك بالله سبحانه وتعالى. ولما قال له موسى عليه السلام معاتباً: ما خطبك؟ فما خطبك يا سامري؟ قال: بصرت بما لم يبصروا به، فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها، وكذلك سولت لي نفسي. الآفة كانت في داخله، نفسه التي بين جنبيه. امرأة العزيز، امرأة شريفة، رفيعة القدر، رفيعة المكانة، أصبحت أضحوكة بين الناس، أصبحت حديث الناس في مجالسهم، يهزؤون بها ويسخرون منها وهي امرأة العزيز. والسبب نفسها. وقال نسوة في المدينة: امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا، إنا لنراها في ضلال مبين. والآفة كما قالت هي في آخر القصة: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. إذا تتبعنا الآيات الكثيرة في كتاب الله تحدثنا جميعاً أن السبب الأعظم للمعصية والذنب أن يترك الله عز وجل هذا الإنسان لنفسه، وألا يأخذ بيده. إذا لم يأخذ الله سبحانه وتعالى بيدك فأنت خاسر، إذا لم يأخذ الله سبحانه وتعالى بيدك فأنت هالك، إذا لم يأخذ الله سبحانه وتعالى بيدك فأنت نادم. إذا تركك الله وقطع عنك حبل إمداده فأنت من أكبر الخاسرين. ولذلك يا عباد الله نحن أحوج ما نكون إلى أن نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، أحوج ما نكون إلى أن تلهج ألسنتنا وقلوبنا بهذه الحاجة الملحة صباحاً ومساءً، ألا يكلنا الله سبحانه وتعالى إلى أنفسنا، وأن يجعل المدد منه سبحانه التوفيق بأن يعصمنا من نفوسنا، وأن يحول بيننا وبين شهواتنا وأهوائنا. فإذا فعل الله سبحانه وتعالى ذلك بالإنسان فقد أفلح كل الفلاح. الفلاح مربوط بأن يقيك الله سبحانه وتعالى شر نفسك. قال الله سبحانه وتعالى في أكثر من موضع في كتابه العزيز: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يوق يعني هناك جهة أخرى، هناك آخر يقيك شح نفسك، ينجيك وينقذك من شر هذه النفس. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. قلت ما سمعتم وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشانه، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه
وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فيا عباد الله، قال الله سبحانه وتعالى في أطول قسم في القرآن: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. الفلاح في هذه الطريق هو في تزكية النفس، في تطهيرها، في أن يجنبك الله سبحانه وتعالى شرورها. فإذا فعل الله ذلك بك أفلحت كل الفلاح. فحقيق بالإنسان المسلم العاقل الحريص على نفسه أن يكون دائم الشعور بالحاجة إلى الله ليهديه أولاً، وليثبته على طريق الهداية ثانياً. الإنسان الواحد كما يقول ابن القيم رحمه الله يتقلب في الساعة الواحدة بين أن يفعل ما يرضاه الله تعالى بتوفيقه له، وبين أن يفعل ما يسخط الله تعالى بخذلانه له. في الساعة الواحدة يتقلب الإنسان بين التوفيق والخذلان، فما أجدره أن يعلق قلبه بالله وأن يلجأ إليه لتحصيل هذا المقصود العظيم الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى بأن نسأله إياه كل يوم على سبيل الفرض 17 مرة: إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. سؤال الله تعالى الهداية يحتاجها الإنسان من ربه. الدعوة عامة للناس أجمعين، والله يدعو إلى دار السلام، ولكنه سبحانه وتعالى يهدي من المدعوين من يختارهم، من يعلم سبحانه وتعالى بأنهم محل صالح لرحمته وبركاته والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فنسأل الله بمنه وكرمه أن يهدينا لهداه، وأن يجعل عملنا في رضاه. يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أيدنا بالعصمة والتوفيق يا رب العالمين. اللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا. اللهم أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شر أنفسنا. اللهم قنا شر الشيطان وشركه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فاغفر لنا وارحمنا رحمة من عندك، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم دمر أعداء الدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم عليك بأعداء الدين وبمن عاونهم من المنافقين. اللهم وأنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين.
اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا، اللهم أصلح رجالها ونساءها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد ملء السماوات وملء الأراضين وملء ما شئت بينهما وبعدهما يا رب العالمين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.